السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خلينا متفقين اللي بيحصل دلوقتي في فلسطين من ذل وعذاب اللي بتشوفه دلوقتي قضية مشهورة عالميا، قلب السوشيال ميديا بل قلب العالم كله من فوق لتحته، مسلمين مسيحيين يهود كل ده مهتم بالقضية بتاعة قضية فلسطين. طب كلام جميل قوي، انا جاي النهاردة بقى معلم عشان اعرفك بعض الحقائق. الله يرضى عنك ويبارك لك، خدها في الاعتبار. اول حاجة، في بعض الناس منهم لله يعني يقول لك على فكره اسرائيل هي الغلطانه، لان حماس هي اللي بدات الضرب يوم 7 اكتوبر، هي حماس بنت الكلب هي السبب في الموضوع ده كله. يا عم كلام جميل ماشي، حماس هي اللي غلطانه يوم 7 اكتوبر 2023. طب ارجع ورا شويه، النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر من مكه للمدينه، المهاجرين اللي هم اهل مكه سابوا حاجتهم وارضهم وكل حاجه زي ما هي في مكه وهاجروا للمدينه، سابوا كل حاجتهم، اللي عنده بيت ملك واللي عنده كل حاجه سابها، طبعا مش واخد البيت على كتفه وامشي يعني، فساب كل الكلام ده فين؟ في مكة. مين اللي سيطر عليه الحاجات دي؟ الكفار اللي موجودين في مكة، قريش. فسرقوا الحاجات بتاعت المهاجرين. بعد لما النبي صلى الله عليه وسلم هاجر من مكة إلى المدينة، بدأوا الكفار بالفلوس اللي هم أو الحاجات اللي سيطروا عليها من المهاجرين اشتروا أو دفعوا فلوس في قافلة تجارية وصلت، يقال يعني إنها وصلت لألف جمل. ألف جمل قافلة تجارية من فلوس المهاجرين. المهم القافلة كانت جاية من بلاد الشام، وعشان توصل من الشام لمكة لازم تعدي على المدينة اللي فيها المسلمين. فسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم راح أمرهم قال لهم اهجموا على القافلة اللي فيها ألف جمل كانت بقيادة أبو سفيان الدحار. لو احنا وقفنا لحد هنا أو خدنا الموضوع ده هنقول لك بص النبي، بص الدين الإسلامي بيحس على السرقة وبيحس على القتل، هو الدين سرقة أهو. ليه يا عم؟ عشان النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم سرقوا القافلة اللي فيها ألف جمل. طب ما ترجع ورا شوية، ارجع ورا كده هتعرف مين اللي غلطان ومين اللي سرق الأول. الكفار هم اللي خدوا حاجة المهاجرين، يبقى احنا كده بنرد، ومن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. ما هو احنا كده بناخد حقنا، احنا ما بنعملش حاجة. نفس الكلام عن حماس، حماس مقاومة الاحتلال. هو انت حكمت على الفيلم كله من مشهد؟ لما تشوف الفيلم كله ارجع يا باشا لمذبحة دير ياسين، ارجع لمذابح الأقصى، ارجع للصواريخ اللي بتترمي، ارجع يوم 14 مايو 48 و15 مايو 48 والأيام دي كلها، ارجع وتعرف مين اللي غلطان ومين سحب الأرض أصلا. فأول حاجة حماس مش غلطانة في حاجة، إنما دي مقاومة الاحتلال. تاني حاجة بيتكلم عنها واحد بقى والله بص مش عارف أوصفه بإيه يعني، ربنا يسهله، يقول لك أصل لا لا استنى بس يا باشا، ده أصلا فلسطين ده أرض اليهود أصلا من زمان، فلسطين دي بتاعت اليهود أصلا من زمان، من زمان قوي. مش هقول لك كلمة قبيحة. ده ليه يا عم؟ قال لك عشان خاطر كانوا مع سيدنا موسى هناك في فلسطين. تعبيط يا ابني. طب ارجع برضه ورا شوية، ارجع ورا شوية، هو سيدنا موسى ده بعث فين أصلا؟ مش بوعظ في مصر، وبني اسرائيل دول كانوا معاه في مصر، وبسبب اضطهاد فرعون هاجروا ربنا شقلهم البحر وعدوا لفلسطين. يعني من كلامك بقى من وحي خيالك ان فلسطين بتاعتهم عشان هم هربوا هناك. طب يعني ممكن يعني يوم من الايام كده يقول لك لا ده مصر دي بتاعتنا اصلا عشان خاطر احنا كنا البعثه بتاع سيدنا موسى جت فيها فمصر تبعتهم، هيجوا في يوم من الايام يعني يقول لك احنا عايزين مصر ولا ايه؟ عشان ما فاهم يعني. ولو مثلا يا عم مثلا صدقنا ان هي بتاعتهم، هي خلاص بص هي بتاعتهم فلسطين، بص بتاعت من زمان اهو، كلام جميل. امال عمرو بن العاص لما دخل وعمر في ايام عمر بن الخطاب، وعمر بن الخطاب عمل اتفاق مع البطريرك سفرنيوس وعمر اتفاق مع بعض في ايه؟ قال لك لا يدخلها يهوديا. ده مين دي؟ ده فلسطين المسجد الاقصى. ده من الاتفاق ده موجود، لو هي ارضهم بقى من زمان على كلامك عم العبيط انت بتقول لك ارضهم من زمان، اشمعنى فاقوا بقى سنه 1800 و1900 لما جه منه لله السيدور هرتزل النمساوي اللي عمل حاجه اسمها القضيه الصهيونيه، اشمعنى فاق في الوقت ده؟ واشمعنى جيمس بيلفور فاق في 1914 فتره الحرب العالميه الاولى؟ اشمعنى في الوقت ده؟ والمؤتمر الصهيوني الاول والمؤتمر الصهيوني الثاني وفتح باب الهجره لفلسطين وانشاء وطن قومي لهجره فلسطين، وعد ما لا يملك الوعد ما الله يستحق، اشمعنى فاق في 1900 وهي اصلا ارضهم من ايام سيدنا موسى؟ يعني من ايام قبل الميلاد بسنين بقرون. فالمفروض بقى لو انت على كلامك اشمعنى فاق في الفتره دي؟ اذا هم مش اصحاب الارض اصلا. ويا عم مثلا لو هم اصحاب الارض اصلا على كلامك يعني هم اصحاب الارض، ليه بيمنعوا حد يتكلم عن القضيه؟ ليه الفيس بيمنع حد يتكلم عن فلسطين؟ ليه كل الكلام ده؟ ده لو احنا بقى ناس على حق يا باشا احنا نحط صبعنا في عين التخين، نتكلم يا باشا براحتنا، صح؟ ليه بقى بالفيسبوك بقى بيمنع اي حاجه لها علاقه بفلسطين يقول لك المعايير ومش عارف ايه؟ ليه الكلام ده؟ عرفت مين الحق ده؟ اعرف مين صاحب الارض واعرف مين صاحب الحق دلوقتي، هتعرف في الكلام ده. تاني حاجه هتكلم عنها مش عايز اطول عليكم معلش، تاني حاجة هنتكلم عنها بخصوص ايه؟ بخصوص انت دورك ايه في القضية دي؟
انت ودورك ايه؟ هتقول لي ده انا مالي يا لمبي، احنا مالنا؟ اقول لك لا يا باشا، ربنا قال لك انما المؤمنون اخوه، ما تضيعش في حق ابن اخواتك، ولا صاحبتك اللي معاك في الشغل اللي بترن عليها تصلوا الفجر مع بعض، ولا زميلك اللي معاك في الشغل، لا انت زي اخويا، انت زي اخويا، عشان ربنا قال لك انما المؤمنون اخوه. لكن ولاد الكلب اللي بتذبحوا ويتقتلوا هناك دول، لا يا عم مش اخواتي، انا مالي، انا مالي ومالهم؟ لا يا باشا، انت ليك دور في القضيه دي، ما تضيعش بحق حد من اخواتك. وكلت يا مقرى الثور الابيض. ايه الثور الابيض ده؟ يقال قصه يعني ان كان في ثلاث تيران، تور لونه اسود وتور لونه احمر وتور لونه ابيض. الاسد لما جه يهجم على الثلاثه معرفش، كانوا علقه محترمه، فراح للتور الاحمر وراح للتور الاسود، قال لهم انا ما عنديش مشكله بيني وبينكم، انا عايز ادمر التور، انا عايز اكل التور الابيض، ان مفيش تور لونه ابيض والكلام ده عم معاهم مشاكل. فالاثنين باعوا اخوهم، قالوا له خلاص يا عم كله، فكل التور الابيض. بعد كده جه يهجم على التورين التانيين معرفش، خد التور الاسود على جنب وقال له انا عايز التور الاحمر مش عايزك انت، وضحى باخوه. لما جه الدور بقى على التور الاسود محدش لحقه، محدش وقف جنبه، فخلاص الاسد هياكله اهو، راح التور الاسود قال له اكلته يوم اوقد الثور الابيض. فالاسد استغرب، ايه يوم ايه التور الابيض ده؟ قالوا لان في اليوم اللي انا تنزلت لك فيه عن حق حد من اخواتي وبعت لك اخويا، هيجي يوم هيجي الدور عليا محدش يقف جنبي. فانت ليك دور في القضيه دي، لازم يكون ليك دور في القضيه دي، نصرة القضيه دي. انت كل ولي امر، كل اب، كلهم عرف ابنك الحقيقه. هتقول لي يا عم هناخد اسحب السيف وروح احارب، افتح الحدود بس، وما افتح الحدود كده بص ليران والله ما اصله. يا عم انا بقول لكش افتح الحدود وروح احارب، في طرق تانية كتير قوي للجهاد يا باشا. هتقول لي اجهز ازاي حضرتك؟ اول حاجه يا باشا اتقي الله في نفسك، اتقي الله في نفسك. هو ليه دلوقتي الاعداء بيقص بياكلونا علقه محترمه؟ ليه؟ لان يقال هذا والله اعلم طبعا، مش عارف الصراحه المقوله يعني منسوبه لمين، يقول لك احنا والعدو سواء، احنا والعدو واحد، هو اقل مننا بسبب عصيانه ربنا، واحنا اعلى منه بتقوى الله، ولو تساوينا في المعصيه، لو احنا الاثنين بنعصي ربنا لهلكنا بقوته وعدته. يعني احنا والعدو واحد. فاحنا للاسف احنا دلوقتي ليه واخدين على قفانا؟ لان احنا عدينا الكفار في المعصيه، احنا عدينا ليفل الكفار في المعصيه، فبقينا اقل منهم بكتير بسبب قوتهم وعدتهم. فلازم نتقي الله فينا، وما نتقي الله يجعل له مخرجا. هتقول لي يا عم دول عددهم اكبر مننا والكلام ده، مفيش حاجه اسمها العدد والقوه والكلام ده، مفيش الكلام ده. شغل دماغ، مفيش حاجه اسمها الكلام ده يا جدع. ده لما سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في غزوه الخندق سنه 5 هجريه في شهر شوال قال لهم الاحزاب جينا علينا، كان 10,000 مقاتل قريش وحلفاء، 10,000 مقاتل، بيقول لك جيش لم تشهد له الجزيره من قبل، جيش كان ضخم جدا. وسيدنا محمد قال لهم الاحزاب جينا علينا، فالصحابه لما شافوا يقول لك ولما راوا الاحزاب ما زادهم الا ايمانا. يعني نص كلامكم مش صح، بس يقول لك يعني لما راوا الاحزاب جينا عليهم ما زادهم الا ايمان، ده ايمانهم زاد، لو هم عارفين ان هم على صح خلاص، الثبات، اليقين بالله. فلازم نصلح نفسنا احنا الاول. تاني حاجه اتبرع لهم يا عم. هتقول لي يا عم اتبرع ايه يا عم، ده انا احنا مش ناكل يا عم. هقول لك ما نقص مالهم من صدقه. هتقول لي يا عم احنا محتاجين الصدقه، اقول لك خلاص يا باشا دعوه في جوف الليل، صلي كده وادعي لهم. هتقول لي يا عم احنا بنصلي الفرض اصلا بالعافيه ومش عارف ايه، خلاص مش قاطع المنتجات بتاعتهم، قاطع منتجاتهم، انت حضرتك مش مفطوم على البيبسي وكوكاكولا وكنتاكي وكي اف سي وماكدونالد والكلام ده، انت مش مفطوم عليهم يعني؟ قاطع المنتجات ده والله هتاثر. ما لكن بقى الهبل اللي انا بشوفه حرفيا ينزلوا يعملوا مظاهرات، مظاهرات هتفيد بايه؟ يعني لما امسك المظاهره كده امسك العلم اقعد اعمل كده واتصور بيه، انا استفدت ايه؟ انت كده اثرت على الكيان بايه؟ ده ممكن بالعكس وانا في المظاهره دي اعطش وجاي واحد جايب واحده بيبس من الكيان واشرب، انت غبي يا اهلا، انت غبت تلعبه، تنزلش على المظاهرات. عايز يا باشا تعمل حاجه انشر بوستات على الفيس، اعمل الكلام ده على السوشيال ميديا، النت دلوقتي بقى بيستخدمه 7 مليار نص 8 مليار في العالم. انشر الصح، اقعد شير بوستات، شير فيديوهات، اعمل الحاجات دي. ممكن انزل مظاهرات اخد الصورتين دي ونادى على الصعيده ومن اخوك البورسعيدي وتاني فري 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 ايه فري يا ابني يا مجاني؟ انت عبيط، انت بتعمل انت بتعملوه ده، شغلوا دماغكم. اخر حاجه حابب اتكلم عنها، لو انا والله العظيم ده لو انا واحد اسرائيلي من الكيان الصهيوني هعمل نفس اللي هم بيعملوه دلوقتي، هضرب المستشفيات واضرب الاطفال واضرب. عارف ليه؟ اقول لك ليه. في لعبه جاتا لما كنا بنلعبها واحنا صغيرين كنت بدخل الكباريه بقى، بص واقعد اجيب السكينه وديب ديب واجيب الاربجو وانسى في وقتي. عارف ليه؟ لان حرفيا مفيش حد بيمنعني، مفيش حد، مفيش راجل واقف قصادي، مفيش حد يقول انت بتعمل ايه، بعمل انا عايزه. هو ده بالظبط اللي بتعمله، مفيش حد واقف قصادها، مفيش حد بيمنعها من اللي بتعمله، فسايقه شغاله. احنا بقى هتقول لي بس استنى بس معلش، احنا مالناش دعوه، المفروض السيسي اللي يتصرف، حكومات الدوله العربيه 21 حاكم للدوله صنم او اصنام واقفين ما بيعملوش حاجه. مالكش دعوه بالناس، خليك في نفسك، صلح نفسك الاول، مالكش دعوه بغيرك. انا عارف ومتاكد ان الحكومات ضروراتها لكن الشعوب اختياراتها. انت يا باشا ليك اختيارك، قطع المنتجات، صلي، ايه ده، انت التبرع، انت ليك اختيارك الشخصي، مش اصل طب ما الجيش بتاعنا، ما تركش على حاجات غيرك.
يا باشا دي امر بقى ده صاحب الدوله عبد الفتاح السيسي ولا اتصرف، ماليش دي، ماليش في دي، انا ماليش في دي، ماليش ان اتكلم فيها اصلا، انا مش ان انا اتكلم في حاجه، ولكن انت لازم يكون لك دور قطع البضاعه والكلام ده كله. كلام جميل. انا بقى بعمل فيديو ده ليه؟ بعمل فيديو ده يا معلم عشان خاطر اعلمك، لما ربنا يسالني يوم القيامه عن القضيه دي اقول لك ان انا قلت لك ان انا من الاخوه يا عم. لما ربنا يسالني يوم القيامه عن علمي عملت بيه ايه، انا عرفت الصح والغلط والحلال والحرام اعرفه للناس، ده دوري، ده دور انا، في الدور انا اعرفك الصح والغلط. ما تقوليش بقى ولي امر الله يسامحه كنت قاعد عنده في البيت يقول لي بيكلم عياله في الموضوع ده يقول لهم اصلا الفلسطينيين هم اللي باعوا ارضهم بيع وشراء للاسرائيليين، لا ده بلوه، عرفوا الصح والغلط. ما تقول انت ما تبنيش على باطل يا عم، ماشي هم باعوا الارض، هم باعوا الارض بيع وشراء، طب المسجد الاقصى ده اتباع بيع وشراء برضه عقد ولا ايه؟ خلاص يا عم باعوا ارضهم، هم 60 كلب غلطانين وباعوا ارضهم بيع وشراء للاسرائيليين. كلام جميل. انت يا باشا ابنك ياخد عندي درس، بس لو ابنك ما عملش واجب انا هقتله لك. هتقولي ليه يا عم تقتله ليه؟ والواد عمل ايه؟ غلط هتقتل. هتقول لا يا عم هو نفس الكلام اللي الاسرائيليين بتعمله، هم مثلا لو انا هصدقك يعني هم باعوا ارضهم بيع وشراء للاسرائيليين بيقتلوهم ليه؟ يا عم اطردهم من بيتك، بتقتله ليه؟ الطفل بيتقتل ليه؟ المناظر دي من ذنبهم ايه؟ دول ده الذنب هنا بقى، ده ذنبهم ايه؟ حلو. هتقول لي يا عم طب نهايه الكلام اللي احنا فيه، انا من وجهه نظري المتواضعه الحرب، حرب بين المسلمين واليهود بس، ونشوف اخرتها ايه. ربنا وعدنا بنصر، انما توعدون لاتم، ربنا وعدنا بالنصر هنكسب. ايه الحرب دي؟ هتقول لي يا عم ده معاهم طيارات واسلحه وقنابل نوويه وهيدروجينيه، مش لاقي قصادهم حاجه. شيخ المجاهدين عمر المختار لما كان بيجاهد الاحتلال الايطالي في ليبيا قالوا له يا شيخ المجاهدين دول معاهم طيارات حديثه، ايطاليا موسوليني والناس دي معاهم اسلحه ضخمه جدا. راح قال لهم ايه؟ قال لهم الطيارات دي بتطير فوق عرش ربنا ولا تحت عرش ربنا؟ قال له طبعا بتطير تحت عرش ربنا. قال لهم من فوق العرش معنا، بس ما زادهم الا ايمانا. وفقت في ان الله كان هناك لعب وخطف منهم من الشيطان، واشوفكم على الف خير، والسلام عليكم ورحمه الله.